أكيد يعني واحد من العناصر المهمة اللي بيحصل ما بين كابتن حمدي فتحي وما بينها انسجام كبير كابتن عمرو السولية وديانج. ديانج اللي غاب عن المباراة لكن ليه كان يعني يمكن رسالة كده خاصك بيها أنت، وقال لك أخي العزيز أثق بك. كلمني عن الرسالة دي، اللي بعتها لك إيه موضوع الانسجام اللي بينك وبين ديانج تحديدا؟ بص، احنا عموما احنا ثلاثة قريبين من بعض جدا، يعني كان انا وعمرو، بس انا وعمرو اكتر يعني عشان مصريين، فقاعدين مع بعض على طول في اي بعض. قلنا الكلام ده في اي حته قاعدين مع بعض يعني. بس انما ديانج بصراحه الفتره اللي فاتت ماشي بشكل كويس جدا يعني، وانا بتمنى له السلامه طبعا وانه يرجع بسرعه. وبصراحه كنا مفتقدين ان هو لازم يبقى، كان لازم يبقى موجود معانا، هو كابتن وليد سليمان طبعا وصالح جمعه. يا رب ان شاء الله. لا، هو الفتره اللي فاتت ماشي بشكل كويس جدا يعني. انا بتمنى له يرجع بالسلامه وان شاء الله يكون اضافه الماتشات الجايه. كل الانديه هاخد كلامك برضو حمدي، وخلينا احنا بنتكلم طبيعي جدا. انت لو كان ديانج موجود انت تعتقد كنت هيبقى ديانج وعمرو السوليه؟ بالظبط. مظبوط. اول ما شفت او عرفت ان ديانج خلاص مش هيبقى موجود، قلقت؟ يعني انت دايما بيكون في تحضير او في لعيب بيبقى ايه محضر نفسه ان هو انا كده كده بره الملعب، فهعمل حسابي ان انا اكون التفكيري ان انا اول ما هنزل هعمل كذا كذا كذا، يعني ما بيفكرش في المباراه من الاول. يعني وانت بتتخيل المباراه دايما لو انت حاسس او متاكد انك هتلعب بره، انت بتفكر لما هتنزل هتعمل ايه، ومن خلال رؤيتك وانت قاعد في الملعب بتبص. انت كمان يا حمدي انت لعيب كبير، عارف وانت قاعد بره، وخاصه في المباريات الكبير بتبقى وانت نازل خلاص حافظ الملعب هتحرك ازاي، ايه مناطق القوه والضعف بتتحرك عليها. لما عرفت انك هتبدا، بدات مش هقول لك تقلق، لكن بدات تعيد تفكيرك تاني في طريقه لعبك، في طريقه ادائك، ولا الموضوع كان بالنسبه لك عادي؟ والله كابتن بص، انا تفكيري ان انا هلعب يعني، انا حتى لو اقعد احتياطي لا بتمرن كويس طبيعي. لا دي ملهاش علاقه. بالظبط. ان انا مثلا حتى ولا الكوتش لما يوجه كلام، لا بيوجه لنا كلام احنا الثلاثه، حتى في التمرين بيغير ما بيننا ان هو لا يعني احنا الثلاثه ممكن اتنين يلعبوا او انا مش هلعب بره، لا ببقى قاعد مركز ان انا في اي وقت هنزل يعني. بس لا، ده مش ده سؤالي برضه حمدي. انت استقبلت يعني انت كنت متوقع ان ديانج هيبدا صح؟ بالظبط. لما عرفت ان ديانج خلاص وانت هتبدا، بدات تقلق اكتر، بدات تركز اكتر، بدات تعمل حسابك للمباراه اكتر، ولا كان الموضوع بالنسبه لك عادي؟ لا والله كان الاول كان عادي عشان انا كنت مركز من الاول بصراحه. كنت مركز ان انا حتى لو ما لعبتش في اي وقت هنزل يعني. بس وكنت مركز اكتر ان احنا ناخد البطوله، مش أكيد. في دماغي ان انا بص يا كابتن ان اي حد يلعب بصراحه. والمنافسه بصراحه كلها لمصلحه النادي اكيد، وكان احنا الثلاثه اي اتنين فينا موجودين او واحد لا يعني، احنا اهم حاجه كان في دماغنا بصراحه البطوله يعني. بس فانا عموما لا كنت مركز جدا ان انا حتى لو انا كنت احتياطي كنت هنزل، كان هيبقى ليا دور يعني. اكيد.